وانطلقت الآن الأفراس في شوطها الأول على جائزة سعد بن عبد الرحمن بن جيفان يرحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع الملك عبد العزيز طيب الله ثرى. هذا الشوط لأفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات, شوط مفتوح الدرجات وعلى مسافة 1400 متر, قيمة الجائزة 52,000 ريال. والصدارة للفرس ناهد من الداخل ومتابعة من خبيرة في المركز الثاني الثالث لضبية فوزان, والرابع لتنال من الداخل أيضا تقدم للمركز الرابع من قبل آمنة. والصدارة الآن لخبيرة في المركز الأول بفارق نصف طول عن ناهد صاحبة المركز الثاني ضبية فوزان في المركز الثالث مع تقدم آمنة المرشحة الأولى لكسب هذا الشوط بالإضافة إلى تقدم حمرة شوحان وتنال في هذه الأثناء. المنعطف الأخير تأخذ الأفراس الآن والصدارة لخبيرة آمنة تتقدم الآن لانتزاع الصدارة, وأيضا محاولات من ناهد في المركز الثالث وضبية فوزان. آمنة تتصدر الآن آخر 200 متر في الشوط الأول. آمنة ابنة لهوم لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز تتقدم وهي المرشحة الأولى لكسب هذا الشوط وتصل إلى خط النهاية معلنة فوزها بالمركز الأول في الشوط الأول. ألف مبروك.